سيتم برمجة عمليات تتم لعملية سابقة وعملية جديدة من مختلف أنحاء الوطن لتشوهات الخلقية للأطفال، التي نرجو منها أن تكون تلاقي نفس النجاح الذي لاقته الحملات السابقة. أعداد كبيرة جدا تنتظرنا، نسأل الله أن يعيننا عليها، وأن أعتقد أن الفريق مستعد جدا لخوض هذه غمار هذه الحملة. تلقيت كامل حفاوة التكريم من الباب إلى قاعة العمليات، ربي يعطيهم كل خير، ربي يجازيهم، يعطيهم الصحة، كل العامل هنايا من أخصائيين نفسيين، من إداريين، من أطباء.